صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. يوم كل انسان بيخلق حر، حر باعتقاداته وعنده اكيد حريه التعبير. اليوم بفكرة كتاب، الكتاب فريد من نوعه والموضوع دقيق، ولكن موضوع ايضا بيستحق انه نعطيه الاهتمام. رح نحكي اليوم عن الكتاب المقدس، ولكن من رؤية تحليلية نفسية. وبحب رحب باستوديوهات الام تي في بالسيد نبيل يونس. اهلا وسهلا فيك. بعرف انه اليوم رح نحكي عن كتابك لابسيكاناليز دو لا بيبل، اللي هو شوي يمكن من عنوانه واحد شوي بيقول انه والله شو في وراء هالعنوان، والله جريء، كيف له حق يمكن. ولكن اليوم من خلال الحلقة رح نشوف أنه نظرتك للكتاب المقدس هو بس نظرة تحليلية. حبيت أنك تحكي أكيد عن لبيشي أوريجينال أدم وحواء وغيرهم بطريقة علمية. نبيل يونس، حضرتك حائز على دراسة عليا بالبيولوجيا وبتدرس هيدي هذا البيولوجيا بإحدى المدارس ببيروت، وهذا أول كتاب لك لابسيكاناليز دو لا بيبل عند نشر فرنسي إليليفر. نعم. ليه حبيت تتطرق إلى هذا الموضوع وتتجرأ أنك تعمل تحليل للكتاب المقدس؟ بالبداية بحب بس أقول أنه أنا من بعد ما خلصت البيولوجي، خلصت ماتريز أو بيولوجي، كنت عم بدرس بسيكولوجي، وكان في موضوع كتير أثر لي اهتمامي، يعني هو اللغز. أنا بحب الألغاز، يمكن بحب دور عوين في شيء مش معروف حابب اكتشفه. كان في لغز كتير كبير بالبسيكاناليز اسمه لوروفولي أوريجينال، في شيء مكبوت جواتنا ما حدا بعد عارف شو هو، شو هو أساس الانكونسيون. أنا يمكن من خلال مجرد الشبه بين لوروفولي أوريجينال والبيشي أوريجينال، مجرد الشبه، مجرد التقارب بالأوريجيناليتي تبعيتهم، يعني خليني أفكر أنه ليش ما بيكون هروفولي أوريجينال موجود بأسطورة أدم وحواء، يلي أنا بعتبرها يعني أسطورة. أنت بتقول أنه المكبوت الأصلي له علاقة كتير بالخطيئة الأصلية. نحن بالبسيكاناليزم نعرف أنه كل شيء بيطلع من الإنسان بيكون بصميمه من جوا في حقيقة. الحلم يلي بنحلمه هو جاي من شيء من شقفة من حياتنا الواقعية. وأي شيء منكتبه، أي شعر، أي رومان ممكن نكتبه، حيال شيء هو جاي من الانكونسيون. فأكيد هالأسطورة هي إجت من الانكونسيون تبع اللي كتبها، من اللاوعي. وبما أنه هالأسطورة هي موجودة وهي منتشرة وكتير معروفة وكتير في ناس بتآمن فيها، وحتى في ناس ما بيأمنوا فيها بس بيعرفوها آدم، عم نحكي عن أسطورة آدم وحواء. نعم. فهالشيء بدل على انه مرتبطه بشيء كثير مهم بالانكونسيون. وبما انه هي بتحكي عن شيء صار ببدايه البشريه، فليش ما بيكون الروفولي اوريجينال كمان موجود من بدايه البشريه وهو اساسها لهالاسطوره؟ نعم. انت حضرتك لديك دراسات عليا بالبيولوجيا وليس بالطب النفسي التحليلي. ولكن منشوف اكيد انت تقدر تكتب هيك كتاب، يعني عندك المين بالموضوع. أكيد. أنا كنت قريت كتير. تعرفت على محللين نفسيين؟ اكيد قريت كتير، بس انا اول ما بلشت المشوار هالتحليل لأسطورة ادم وحواء كنت بعدني اون دوزيام اني دو بسيكولوجي. بس ما بفتكر انه الشيء اللي وصلت له ما بده دراسات اكثر، بده يمكن ابحاث، فيني سميها شجاعه اذا بدي، فيني سميها شيء سوبجكتيف كثير. يعني شخصي اكيد، يعني انت اليوم يمكن كان انا تجرأت اكثر من غيري اني فوت هالقد غمق. كان عندك حشريه تعرف. يعني في ملاحظه كثير مهمه بنقدر نقولها، هو انه شيء غريب انه لحد هلا كثير قليل البسيكاناليست يلي تطرقوا له الأسطورة أدم وحواء. حتى فرويد يلي هو كان بي البسيكاناليز، صح، بنى كل البسيكاناليز على أسطورة إغريقية اللي هي أوديب، وما رجع لأدم وحواء يلي هني أقدم من أوديب، يلي هني فينا نعتبرهم أهله لأوديب. نعم. يلي هني شيء
قديم بالزمن او بالزمن النفسي اذا مش بالزمن الحقيقي. اخذ هو رمز اوديب اللي قتل بيه وتزوج والدته، ما اخذ ادم حواء اللي هن اول رجل وامراه رمزيين بتاريخ البشريه ايضا. حلو كثير. على كل حال الفكر البشري واسع وحريه التعبير وحريه التفكير حلوين ونحن في ناس بتستفيد، في ناس ما بتقبلهم، بس ولكن حلو انه تشاركهم. بتقول انه لديك نظريه نبيل جديده بعلم التحليل، شو هي هالنظريه؟ بكل اختصار بقدر اختصر النظريه بجملتين. تحليلي لاسطوره ادم وحواء خلاني اوصل لعقدي ما كان حدا حكي عنها من قبل. انا بقول انه الطفل لما بيتعرف على الموت هيدا بيكون تروماتيزم كتير كبير بحياته، صدمة كبيرة. يعني إذا توفى حدا من أهله أو من الناس مش ضروري، لما بيعرف إنه هو في شيء هو بده يموت، لما بيعرف إنه هو بيوم من الأيام رح يموت، بيوعى على الموت. هون قبل ما كفي بدي بس أذكر إنه فرويد بيقول إنه الانكونسيون ما بيعرف الموت. أنا بالنسبة لي الموت يلي كان عم يحكي عنه فرويد بهالمطرح كان موت الكونسيونس. اكيد نحن لو قد ما نجرب نتخيل حالنا متنا مش رح ننجح، لانه لحتى نقدر نتخيل انه متنا بدنا كونسيونس. سان كونسيونس يعني ما فينا نتخيل، يعني الوعيك ما بيخليك ما تعيش حاله اللاوعي. اكيد لانه فمشان هيك انا بعتبر انه معه حق من هالوجهه النظر هيدي، انه اللاوعي ما بيعرف موت الوعي. بس ماذا عن موت الجسد؟ أنا بقول إنه الولد كتير بخاف لما بيعرف إنه بعد الموت رح يتحلل جسمه. بس هل يا ترى الولد أنا عم تحكي بأي عمر؟ لأنه في يكون إذا الطفل مش ضروري حتى يعرف بهالأمور. أكيد عم بحكي عن الولد إذا بدك بمرحلة الأوديب يمكن ببلش، يعني بالخمس ست سنين حتى يمكن أربع سنين، يمكن سادبون دو شاك حسب تجربة الخاصة. في أولاد بيتعرفوا على الموت قبل، إذا بيكونوا بمحل بيموت حدا من أهلهم أو يعني، وفي أولاد عكبر يعني حسب كل ولد وتجربته. بس مهما كان العمر، بس بالنهاية الولد رح يربط الموت بشيء كتير مهم يلي هو التنفس. أول ديفينيسيون الولد رح يخدها عن الموت هي أنه الميت هو مثل كأنه نايم بس مش عم يتنفس. فالولد بعدين رح يعرف أنه بعد الموت هالشخص يلي مش عم يتنفس رح يتفكك ورح تاكله الحشرات يمكن. فرح يربط التنفس بهالخوف الكبير يلي عنده من الموت، ورح يقول أنه أنا شو لازم أعمل حتى ما يكلني الدود أو الحشرات بعد ما موت. رح يقول لحتى ما يصير هالشي لازم أنا ضلني عايش من دون ما أتنفس. وهو بيذكر كمان أنه من زمان أكيد في مطرح براسه بيعرف انه هو من زمان كان عايش من دون ما يتنفس. يعني وقتها كان لما كان ببطن امه، لما كان بعده عم يتنفس من الحبل السري او الكلوم، بس كان عم يتنفس بطريقه مختلفه من خلال امه، مش عم يتنفس الهواء. فلما بيربط الموت بالتنفس بيقول انا لحتى ما اموت لازم ارجع اربط الكوردون امبليكال. من هيك بيرجع بحب انه يفوت من هون الديزير دروتوني لتيريس او شيء مزبوط. انت بتحكي يعني اصدرت الكتاب من شهرين بفرنسا. حب اشوف اذا كان في راي عام، ان كان ديني، لانه انت بالعنوان عم بتقول لابسيكاناليز دو لابيب، يعني ما بعرف قد ايه كان عندك لك حق انك تستعمل لابيب. بدي اشوف اذا كان في كمان راي من غير محللين نفسيين هن اليوم متخصصين. بصراحه الاراء بعدها كثير قليله، بعدني ما كثير انعرف الكتاب. يمكن انت ما فرجيته لحدا قبل من المتخصصين؟ اكيد في عنا بلبنان مثلا بقدر اذكر مثلا دكتور شوقي عزوري صار عنده نسخه عن الكتاب ووعدني انه يعطيني الكومنتير تبعه لما يخلص قراءته. وهو طبيب نفس. في بفرنسا كمان في بسيكاناليست سويسري كمان عم يقرا حاليا الكتاب، وجاني رد فعل كمان كثير حلو من بسيكاناليست فرنسويه. يعني شوي شوي عم ببلش ردود الفعل. طبعا يعني انت نشرته بدون ما تاخذ اراء غيرك. حبيت انه وقتها انا نشرته مش بطريقه اكاديميه. شوي باركور شوي مميز. شوي شخصي. ليه خفت انه يمنعوك تطبع او ما يشاركوك الراي، او لا لانه انت بتعتبر انه هذا شيء شخصي وحق لك حق انك تنشره؟ انا بحس انه اكيد كل الافكار الجديده بالبدايه بتتعرض لشويه مثل ريزيستانس، انه
يمكن في ناس مش متقبلة بعد تفوت بهالمطرح من الانكونسيون، بعد في خوف رفولمان كتير بيأثر يعني. الناس ما بتحب تحكي بهالموضوع مثلا. انا هلا يمكن صدمت كتير ناس لما عم بحكي عن شو بيصير بعد الموت. صح، هلا كلنا بنفكر فيه بس ما بنحب نفكر فيه. مزبوط، ما بنحب نحكي مثل ما قلت انه بنحطه باللاو هيك لورا ورا تمام، لانه مزعج. مزبوط. كل شيء مزعج، نحن في اوتو ديفانس ما بنفكر فيه ايضا. فمشان هيك انا بتوقع انه تجيني كتير ردود كونتر يعني. ايه؟ بس بنفس الوقت في ناس راح يتقبلوا شوي شوي، بياخد تاخد النظريه طريقه يعني. هو كل شيء شوكان بالاول، بعدين الناس بتتعود له او بتتلائم معه، او بالعكس بتنتقده بس مش غلط. في يكون نقد بناء كمان. كمان بتقول عم نحكي عن اسطوره ادم وحواء، ليه حبيت ترجع على اسطوره ادم وحواء ووصولا يعني الى حاله الشغف والحب؟ هو بالبدايه انا انطلقت بالتحليل من لو ديزير سيكسويل يعني. رجعت على اساس انه حسب فرويد انه كل الديزير اكثر انه الانكونسيون هو مبني على ديزير سيكسويل. مزبوط. في ديزير رفولي سيكسويل. فانا رجعت من هون على اساس حسب سانت اوغستان يلي بيعتبر انه الخطيئه الاصليه كانت الجنس، كانت شيء جنسي. فانا من هون فتت بالتحليل، وبعدين وصلت لمطرح لقيت فيه انه في شيء ابعد بكثير من الجنس اللي هو الخوف من الموت وربط الموت بالتنفس. نعم. من بعد ما شفت هالعلاقه هون ايه، من بعد ما شفت هالعلاقه بيجي الحب اكيد بالنهايه عندنا الاناليز يعني. فينا نقول انه الحب هو خوف من الموت يعني، سو ديزير دو دو دافوار دو تروفي سا مواتي اذا بدك، اي داتر ايمورتال يعني، واحد يخلد اسمه باولاده بهالطريقه يعني، دو ريبرودوير دي زونفون بار امور. مش بس هيك، حتى كل شخص مش بس لحتى يجيب اولاد، هو حتى بور ريتروفي بور ريلي لو كوردون امبيليكال افيك لو بارتنير يعني. يرجع مثل ما يعني هون بنشوف. نعم. العلاقه بين اوديب وبين العقد يلي عم بحكي عنها. نعم، عم ترجع تجمعهم بطريقه. نعم. خاصه، حتى انه من بعد ما شفت العلاقه بين الموت والتنفس كمان قدرت لاقي علاقه بين التنفس والجنس. نعم. يعني هون بحب شير لشيء كتير مهم، بحب أعمل الليان هيك بين نظريتي وبين يلي قالوا قبلي. في ناس قبلي حكيوا عن الرغبة بأنه الولد يرجع على البطن الأم. مزبوط، مثل أوتو رانك ومارغريت ماهلر. في مارغريت ماهلر حكيت عن السامبيوز بين الولد والأم. مزبوط. بس أنا بستغرب أنه لما بنحكي سامبيوز عن بيولوجي، سامبيوز بتكون لازم تكون أورجانيك يعني، أكثر من أنه تكون سامبيوز بمعنى رمزي شوي أنه entre le nourrisson et la mère. في سامبيوز أهم من هيك، هي la symbiose entre le fœtus et la mère. هي سامبيوز أعمق وأهم من بين الرضيع وأمه. على كل حال أنا هون بدي أقول أنه في كتير محللين نفسيين وطبيبين نفسيين طلعوا بكتير أراء جديدة وتحاليل جديدة، ولكن قليل اللي ثبتوا حالهم بعالم التحليل النفسي. أكيد. هلا في مارغريت ماهلر بتحكي عن الولاده النفسيه. نعم. هاي شيء كثير كثير قريب من يلي عم بقوله، لانه بالنهايه انا بعتبر انه دور المحلل النفسي هو بيشبه دور السجفام يلي عم بتخلف. يعني في الشخص يلي عم يعمل اناليز هو مثل كانه بعده جنين، وهو واقع بكونفلي بين رغبتين، في الرغبه بانه يطلع من بطن امه يتحرر ويتنفس، والرغبه المعاكسه يلي هي جايه من الخوف من الموت يلي هي بتقول له لا ارجع على بطن امك، ارجع وصال الحبل لحتى ما تموت. فهالرغبتين المتناقضين هن عم بيخلونا نكون بصراع، والمحلل النفسي شغلته برايي دوره انه يخلي الولد يطلع من بطن امه، يخلق يطلع كليا. عم تحكي بالطريقه الرمزيه الكليه انه يقطع نعم يقطع هالكوردون بسيشيك يلي بعده عم يوصله مع امه. بس هل يا ترى لما بقول كوردون بسيشيك؟ نعم. بقصد كمان التنفس، لانه اذا بنرجع للغه اليونانيه كلمه بسيكولوجي جايه من كلمه بسيشي يلي هي بتعني النفس بالاساس. نعم. وحتى بالعربي لما بنقول علم النفس
نعم والنفس قديش بيشبه النفس. نعم فأنا برأيي معقول كتير تكون التيوري تبعولك صحيحة يعني إن شاء الله نحن ما جربت معلي إنك تشوف يعني طبيب واثنين وثلاثة نفسيين محللين تيناقشوا معك هالموضوع مش ضروري للكتاب ولكن يعني واحد بيكون عنده هيك أفكار ولأنه منك متخصص بهالمجال ما حبيت إنك تشوف لوين ممكن يوصل؟ أكيد أنا جربت أنا انصدمت لما بلبنان بعتت لكذا بسيكاناليست ما جاوبوني بعتت لميات البسيكاناليست بفرنسا وبلبنان كل اللي جاوبوني هني من أوروبا بلبنان ما حدا جاوبني غير الدكتور عزوري فاستغربت هالشي وما بعرف شو سببه يعني بس انه لانه ما انه منفتحين يمكن على نظريات جديده انا ما بعمري رحت على فرنسا انا عايش بلبنان ولكن كتابك نشر بفرنسا بس انا كنت بحب اني اطلع من لبنان انه يعني انه يكون في حوالي جروب لبناني عم بيساعدني ناس بس بلكي خافوا من المراقبه ايضا اكبر مني وعندهم بقدر يكونوا سند لقلي بهالموضوع ما لحد هلا ما في بس بدي اعرف انا اليوم بدي اعرف شو رسالتك من وراء هذا التحليل ومن وراء هالكتاب الجريء اللي اسمه لا بسيكاناليز دو لا بيب هلا انا ما كثير بلاقي في جرأة بالموضوع بالعكس يمكن انا كنت مفكر حالي انه ما بآمن بس من بعد يعني انت بلشت لكن انا سالتك من اول سؤال انه شو اللي دفعك تكتب هيك كتاب ما جاوبتني بطريقه شغلتين تفضل اللي هي لانه اذا كان عندك دوت يعني شك أكيد. بالايمان بالدين ممكن يوصلك انك تعمل هالاناليز اول شغله طبعا الى فيلو دوت ويمكن كان عندي رغبه اني اثبت انه هالاسطوره هي جايه من الانكونسيون هي مش شغله لازم نؤمن فيها حرفيا مثل ما هي اصلا هي اسطوره واصلا هيدا شيء ما بيتعارض مع الدين المسيحي اللي بنقول فيه انه المسيح كان يحكي اون بارابول كان يحكي يعطي رموز فليش ما بينطبق نفس الشيء على هالاسطوره او على هالنص المقدس ليش ما كمان هو بيكون في رموز ونحن علينا نفككها نحللها لهالرموز لديكودي يعني pour la comprendre يعني لشو استفدنا منه لهالناس اذا ما فهمناه فانا بشوف انه يلي عم بعمله هو تكمله للي عمله يلي كتبها النص نعم عم بتحلله في حدا كتبه وبقي الجزء الاهم هو انه نفهم عم تعطي نظرتك الشخصيه للموضوع والسبب الثاني يلي دفعني للتحليل طبعا مثل ما قلت بالاول هو كنت عندي إحساس كبير إنه هالمطرح رح لاقي فيه لوروفولي أوريجينال يلي بعد ما حدا بيعرفه. الأجوبة لأسئلتك نعم. اللي دائماً على طول بكل إنسان بيسأل حاله شو ليه إجا وليه غاية. أكيد. بدي هون بس بدي أعمل باراليل بين أسطورة آدم وحواء وبين أفلاطون. دهمنا الوقت يعني ما بعرف فيك بكلمتين تفضل لانه بكلمتين بدي اقول انه افلاطون بيحكي عن خطيه اصليه بيقول انه الاله تبع الاغريق قسم الناس لنصين لحتى يعاقبهم على الخطيه اللي عملوها ضده وترك لهم كسوفينير عن هالعقاب ترك لهم الذكرى او النمري فانا بعد لحد هلا حكينا كثير عن اسطوره ادم وحواء بس بعد ما قلت شو هي العلاقه بين الاسطوره وبين نظريتي بكلمه واحده بس بدي اقول انه التفاحه فيها مطرح بيطلع منه البيدونكول يعني بيوصل على الشجره هو الكوردون امبليكال وانه هالنومبريل هو هم يشوف الكوتي بيولوجي مطرح التفاحه على كل حال نظريتك اكيد كلها بتثير الاهتمام مرسي. انا بتشكر حضورك نبيل يونس لكتابك لابسيكاناليز دو لابيب وان شاء الله موفق وتبقى خبرنا عن النقد بحب اقول بس انه الكتاب بيقدر ينطلب من ليبراري انطوان بينطبع على الطلب اوكي وموجود على ediliv.com على ediliv.com اهلا وسهلا فيك مرسي مشاهدينا الكرام هيك بتكون خلصت حلقتنا اليوم انا بودعكم وبشوفكم نهار الثلاثاء